إخراج الرمح واستدارة الجسم. Bye.
الضربة المباغتة تراجعا، تقدم خطوة، ارفع جسم الرمح فوق الرأس، ثم قم بشق الرمح صوب الناحية اليمنى من الأعلى إلى الأسفل. سأقوم بها مرة أخرى. الضربة المباغتة تراجعا. لنتمرن على الحركات التي تعلمناها اليوم بشكل متواصل.
شاهدوا معنا الحركات الكاملة من الدان الأول حتى الدان الرابع. وفي الحلقة القادمة سنراجع مع المعلم خوان حركات الدان الثالث. Thank you.